Bonjour mon Adamia, Savage, Malcolm, Michel, Etoussane, والبقية. يسرح نادي الهلال مالكوم بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر وانتماء رائعة من ميشيل تلكاتو يضيع الحارس نواف ويحط الكرة بالشباك. الهلالي عالي الهلالي صوره عالي أمامنا نواف يعاين الأضرار في بداية هذا المشوار. أول أهداف هذا الدور عن النهائي. الوالية الزرقاء هلالية نارية وهاجة ضواية في سماء مدينة الطائف. هاجة سالم الدوسري يعدي سالم الجاكورة نادي النصر. المباراة تعرف الآن منعرجات صايبة كانيسكا على اليمين رونالدو الاعتراف من علي البليه اللي عنده انذار. علي البليه عنده من رصيده انذار. مخالفة لكريستيانو رونالدو الأسد جريح رونالدو يسبح ضد الريح. لا يمكن لكم أن تتخيلوا الأجواء النارية في المدرجات بالألوان الهلالية. أليكس تيس كيف سيكون رد الاعتبار من جانب النصراويين؟ جدار دفاعي بلاعب بين اثنين. رونالدو امامه كانو ووراءه كوليبالي بروزوفيتش او اليكس تيس على طول لعويس حارس الامان رائع في الميدان. ركنيه كانت في 90 إصابة لاويس الحارس الثاني لفريق الهلال بعد عبد الله المعيوف. سبسكريب سبسكريب بليز بليز سبسكريب بليز. رضوان جهد يقول له لا لا تعتمد على إذاعة الوقت. الوقت ماي والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ركنية لأليكس تيس عالية كرة بالرأس محمد كانو سلطان الغنم تعود الكرة لسيكو فوفانا نادي النصر يجري وراء التعديل في هذه الأوقات وما أصعبها من أوقات. وضع مرير متخلف النتيجة بهدف للصفر أمام الهلال. مراقب كذلو من سعود عبد الحميد رونالدو علي الهجامي لم نشاهد سلطان الغنام على المستوى الهجومي. بروزوفيتش اتجاه ماني ساديو حكم يخلي اللعب يرجع لفريق الهلال.
الماتش. كرة لبالكا وشوف من الهلال دوسري خطيرة مشاي حاول التوزيع صاحب الهدف الوحيد في المباراة ميشيل فيليب ديلغادو يرجع بكرة لمالكا والتماس يعود لسلطان الغنم يتقدم خيبري سيكو فوفانا رونالدو لانسارو يتقدم كريستيانو أمام كل الدفاع أولا كوليبالي أسد التيرينكا السنغال صامت يرجع بكرة لمالكا والتماس يعود لسلطان الغنم يتقدم خيبري سيكو فوفانا رونالدو لانسارو يتقدم كريستيانو أمام كل الدفاع أولا كوليبالي أسد التيرينكا السنغال صامت سالم الدوسري سعود عبد الحميد دوسري مرة أخرى نعود نصراوية ساديو ماني سيكو فوفانا رازافيتش تاريسكا رونالدو قوية قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو والإصابة مرة أخرى قتال الحارس العويس غليان بركان في مدرجات الملعب بالألوان الهلالية لويس كاسترو والوصفة العجيبة لتعديل النتيجة أمام هذا الخبير القيدون جورج جيزوس ميشيل ديلغادو سحب هدف 6 مليون دولار طويلة من خالدو كوليبالي تيس خيبري حرب كبيرة في وسط الميدان خذها سافيتش الورع والاختراع تاليسكا اندرسون تاليسكا لاويس بطل الدور النهائي لاويس مان اوف ذا ماتش مان اوف ذا فاينل بكل تأكيد أفضل خلف لأحسن سلف محمد العويس الجدار العالي ركنية لبرازوفيتش من رأس رونالدو خارج الميدان اليوم رب ذرة النافعة غياب عبد الله المعيوف قدم لنا حارس عالمي محمد داويس يتواصل المدن النصراوي يمضي ولا يباني هذا الجمهور الهلالي يقابل الجمهور النصراوي عملاقي العاصمة في حمار الكبار غنم Yeah.
الدوسري، دوسري يعادل لون العمر ممتاز، ترجع كرة للنسر، يرتفع النسر بالإيقاع بين اللاعبين سيكو فوفانا ها كانوا وسط الميدان خيبري، غير اليمين أندرسان تاريسكا تاريسكا والكرة لدفاع الهلال، يرجع لمالكوم، مالكوم أي أسيست، وهذه الهجمة السريعة مالكوم مرة أخرى يراوغ ركنية من عبد الله العامري، ديربي الإثارة، ديربي التشويق، نار 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 بين الكبار، الأسبقية هلالية، ركنية للهلال، سلامة الدوسري ينتظر سميتش وكانوا الكرة الثانية لبنباس رازميتش سباق ضد الزمان يخوض النصر الآن في هذا الميدان مرتدة لكوليبالي تغطية دماغ من علي الهجاوي أمام سميتش ميلينكوفيتش أي صفقة لهذا السربي وأي قيمة في وسط الميدان لسافيتش ميلينكوفيتش طبعا أمامنا الأمير محمد بن سلمان أمامنا الأمير بدر بن سلطان نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أصوات من سعود عبد الحميد خارج الميدان تتكريب تتكريب يا كورة لسيكو فوفانا لقطة فنية من سافيتش ميلينكوفيتش خايبري يكسب التماس لكن ولا يمل سافيتش في كل مكان أليكسيس غير المكان للجميع رازميتش صعبة هي الأمور على نادي النصر بهذه الأوقات كرة طويلة رونالدو انتباهي من كوليبالي لبنباس مرتدة في وسط الميدان فوفانا قناص رونالدو بالراس لم يكن قناص مع الكعب التماس لنادي النصر كرة خرجت برماتيا تعود نصراوية أقل من 25 دقيقة لعب لنهاية هذا الدور النهائي والهلال متقدم بهدف للصفر هدف ميشيل ديلجادو كرة تهرب على الغنام تعود بالتماس
للسايب. جماهير النصر تدفع فريقها للتعديل، والجماهير الهلال تريد التأكيد بهدف ثاني، هدف كل الأماني. برازوفيتش، غانم، عالية الكرة، فوفانا، فوفانا، هنالك راية، تعود الكرة بتسلل لدفاع الهلال. نوش التسلل وبالتالي الهدف شرعي. كرة من المترية من مالكوم فيليب وميشيل ديلغادو، وحده وحده يحط الهدف، هدف 6 مليون دولار. لكن للأمانة لما يتعلق الأمر بمواجهات النصر والهلال تنتفي عملية المال والأعمال، تأتي كتابة التاريخ، تأتي الألوان والمجد والجماهيرية والألقاب والشعبية. كرة عن سعود عبد الحميد، هذه الكأس الغالية، كأس 6 مليون دولار. الوصيف سيجني مليونين ونصف المليون دولار. ماذا مالكوم؟ مالكوم، مالكوم ينتشر العمري، وقد تكون الورقة الحمراء. الهلاليون يطالبون بالورقة الحمراء، والحكم رضوان جيد يكتفي بالصفراء. بما انه كان اخر مدافع، ربما كان للحكم ان يسحب الورقه الحمراء في وجه عبد الله العمري. على كل الكلمه الاخيره لرضوان جيد. كرة مخالفة لنادي الهلال. هنالك مشاورات بين حكم الفيديو سمير كزاز ومساعده مقران الكراري مع رضوان جيد. سافيتش، ميلينكوفيتش، مالكوم فيليب، واحد من الاثنين في التصويب. الهلال يريد الثاني في هذا الشوط الثاني. قلنا وان هنالك مشاورات بين سمير كزاز ورضوان جيرت، يعني تشيك الريد كارد، الورقه الحمراء في البال. بين عمري ومالكوم حكاية ورواية. رضوان جيد يأتي الآن في لحظات تاريخية، ويأتي بالورقة، يأتي بالورقة. هل هي لمالكوم أم للعمري؟ العمري خليها يا ورقة الحمراء. Thank you.
فرت عمرت المصائب لا تأتي فرادى. النصر متغلب بهدف لصفر ويلعب المنقص العدد انطلاقا من الآن في الدقيقة 71 لعشرة لاعبين. تعديلات لويس كاسترو أكيد سيلتجأ لل 4-4-1. لويس كاسترو لتغطية النقص العددي في صفوفه بعد إخسار عمري في الدقيقة 71. الضربة القاضية أمام مالكوم وساميتش. جدار دفاعي بأربع لاعبين لفريق النصر وساميتش والكرة بعيدة. ضربة مرمى ضعيف. أي سبسكريب غيره. أي سبسكريب مثلا. هل يقدر النصر على قلب الدولة على الهلال بعشرة لاعبين؟ خيبري داو ديميشيل ريمان نيفيس مشكورة من سلطان الغنام في حارسه نواف لاكيدي. يتواصل أغاني وأفراح الجمهور الهلالي في انتظار لحظات أفضل لفريق النصر. مخالفة رونالدو الوار كوليبالي ورونالدو حوار الأقوياء حوار العمالقة. كران من جانب نادي النصر يستعد للدخول. كرة من ريمان نيفيس ضربة جزاء. ماذا يحدث في الميدان؟ ما هذا الجنون؟ ما هذه الفن؟ الهلال يكسب ضربة جزاء. رضوان جيد أمامنا انطلاقة الكرة لساميتش ميلانكوفيتش لا
الشامي في حواره مع السربي، والحكم المغربي يأتي ضربة جزاء. مباراة نار يا رونالدو، نار. هداف البطولة بخمسة أهداف كريستيانو رونالدو. شن جنون لويس كاسترو، المشاورات مع الرضوان جايد. جيسوس مدرب الانتر ورونالدو والحكاوي، قرار رضوان جايد يرجع للفار. المغربي يرجع لسمير الكاساس، السافرة المغربية صارمة وقوية. إذا يعود رضوان جيد للفيديو للتأكد. هل هي ضربة جزاء أم لا؟ هل هو تهور من لاجامي أم انتفاع بدني شرعي؟ ننتظر القرار، قرار تاريخي، قرار مهم جدا. يذهب رضوان جاهد الآن، كل اللاعبين في الانتظار. ما فماش ضربة جزاء، ليس هنالك ضربة جزاء. يبتعد عن مناطق الضرب، يلغي ضربة الجزاء ويرفع الحمرة في وجه لويس كاسترو مدرب نادي النصر. إفادة، شوف الروح القتالية لرونالدو في حواره مع محمد كانو، بكل الكلمات بكل الحروف يرسم هذا الدربي العالمي. درب النجوم، حرب النجوم لا تأتي كل يوم. ليس بلويس كاسترو اللي غادر الورقة الحمراء، كنان ياخذ مكان خايبري، ومع الفتيل كذلك محمد في قلب الدفاع. طبعا كان منتظر دخول فتيل لسد الفراغ بعد إقصاء. هذا اللجامي يغادر للإصابة. محمد الفتيل بديل لعلي الهشامي بعشرة خارج لاعب. نذكر أن فريق النصر يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السبعين، وتمكن من تعديل النتيجة عبر الأسطورة وأقوى ما فما في الكورة كريستيانو رونالدو. نرجع كورة كونان بالناس لرونالدو، رونالدو لكونان، وزع تعود إلى الريال. إصابة كونان، ميشيل ديلجادو صاحب الهدف الهلالي. سالم الدوسري، هنالك إصابة لكونان.
Please subscribe. Please, 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 please subscribe. مباراة كل الفنون بكل الجنون بين الهلال والنصر منذ دخول وسام كنان. هل سنمر إلى الوقت الإضافي الأول؟ عشوائي المدرجات. الإيفواري كيسلا كونان 27 عام. لما يتقدم سلطان الغنام النصر يغنم هدف رونالدو. خالدو كوليبالي يغادر ومحمد جعفري كبديل كذلك يغادر الشهراني على يسار الدفاع وياتي محمد المريك اللي في العاده يلعب على اليمين. كل مدرب يلعب اوراقه. على البريك سعود عبد الحميد. Come on guys. جعفري. Subscribe كرو. 8 دقائق. Please subscribe. أو 7 دقائق. لنهاية المباراة في وقت السلام. في وقت العصر الطبيعي. هل هنالك كرة غدارة؟ هل هنالك شرارة؟ هل هنالك ضربة قاضية مع اقتراب النهاية؟ وأي نهاية؟ كرة من سعود عبد الحميد. تأمين دفاعي من الغنام. كانوا المخالفة لرونالدو. كرة مخالفة لكريستيانو رونالدو. الكرة البرتغالية رونالدو لا يهدأ له مهل. هذه هي قيمة مهمة الرجال. ليس أسطورة من فراغ. هدف أبيض ميشيل ديلغادو أمام الإيفواري كونان. دوسري سعود عبد الحميد يرجع لمحمد بريك. علي بريك محفري خمسة دقائق للنهاية. الغلطة بفلقة. كرة للبريك. ابتعاد متسرع. كرنتي بليز. كيف سيتعامل المدربان مع ما تبقى من وقت في هذه المباراة؟ تبعت الكرة لرونالدو. كونان أو ساديو ماني. للسنغالي كرة بعيدة لكونان. تميس جيسوس يفكر في النهاية.
نبيس. نبيس لنادي النصر. لويس كاسترو بعشرة لاعبين. هذه كرة لرونالدو. يتبها بالمساحة الفارغة. رونالدو بروزوفيتش. بروزوفيتش. الرايه كانت الان رونالدو كره يونانيه الخوف يسيطر على جماهير الفريقين لانه اي كره خطر الان لا مجال للتدارك تنتهي المباراه ريبان نيفيس اختفأت نوعا ما شعلة التواجد هنا بعد هدف التعادل لرونالدو دوسري مالكم كانو تسلل انتباهي ترجع نصراوية ساديو ماني سيكو فوفانا يعطي فوفانا لولا جعفري ترجع للهلال سافيتش سودات الحميد سافيتش التسويق والدفاع يسد تاليسكا يكسب التماس يذهب الفريقان إلى الوقتين الإضافيين. غنع التماس. تدخل كان من محمد بريك. أرسلو بروزوفيتش. بروزوفيتش. كانوا يربط بين الدفاع والهجوم صوت عبد الحميد محاولات الى اللي هي قدم الدفاع عن البلي سلطان الغنام يرجع بها للبني كل لاعب النصر مع رونالدو في الواجبات الدفاعيه علي الكره غريبه من سافيتش ولو ان هنالك رايه والتسلل لكن سافيتش كان وحده وضاع الفرصة هذه المرة رونالدو غير متسلل رونالدو التوزيع فوفانا تاليسكا ماني كان قبل صاد عبد الحميد مباراة الإثارة مباراة التشويق هذه الإعادة لولا سعود عبد الحميد لانفرد ساديو ماني تسلل موجود في كرة رونالدو مباراة كبيرة قام بها رونالدو اليوم
سيكون هدف الدورة بخمسة أهداف. سلم الدور الدوسري ليتعافى، كان حواره الأخير مع سيكو فوفانا. تتواصل الأجواء في المدرجات. روح قتالية كبيرة من اللاعبين، روح البذل والعطاء. صوت عبد الحميد مالكم. بريك نرجع عكسي. صوت عبد الحميد. عبد الحميد يوصى والكرة ما بين النبيس والسويتش. سالم ما زالت هلالية دوسري لباس عالية وغريبة عجيبة وغريبة. سافيتش يرتقي اهلا من نواف العكيدي، ولكن الكرة خارج الجبهة. خروج مجازف لنواف. اقل من دقيقتين لنهاية المباراة في وقت الأصلي والطبيعي. يغير بنجاح ميشيل يراوغ الكل، يعطي لسافيتش. مالكوم مرة أخرى. مالكوم 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 والدفاع يمضي ولا يبالي. كرة خطيرة من البرازيلي ماركو. سلطان الغنام على الخط النهائي. مشاهدينا الكرام، رضوان جيد يورن على نهايه المباراه بالتعادل. اكيد ستكون لنا عوده مع ضربه بدايه الوقت الاضافي الاول. الان اعود بالصوره والصوت
للزميل العزيز عبد العزيز البكر. ഇതായി ഇനി എക്സ്ട്രാ ടൈം എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുക്കണം. പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഇത് ഫൈനലല്ലേ, എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുക്കുന്നാരുണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ടോ കുറച്ചത് കേട്ടാ. ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കില്ലേ, ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കില്ലേ, ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കല്ലേ മാമത്. ഇപ്പോ നീ ഉണ്ട് കണ്ടാൻ എത്രയാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് വരാൻ പോയിണ്ടാവും. എത്ര ചെയ്ത മാമൻ റീചാർജ്? എത്ര രൂപ? الأهداف غيرت مجريات الشوط الثاني عندما افتتحها الهلال في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب ميشيل ديلغادو لتكون ردة الفعل للنصر عن طريق قائده كريستيانو رونالدو في الدقيقة 74 في ظل مباراة شهدت في مجريات الشوط الثاني طرد لمدافع نادي النصر عبد الهلال العمري في الدقيقة 71. نمضي إلى الأشواط الإضافية دكتور. عندما نتكلم عن الهلال قدرة على المفاجأة دائما مع بداية المباراة وبداية الشوط الثاني هذا ما حققه. والحلول عند ميشيل غالبا بالنسبة على الأطراف، والهلال سجل هدف كان قادر أنه أكثر من فرصة يعزز بالتسجيل، ولكن يحسب للنصر استمرار بالأفضلية حتى بعد الطرد. حتى بعد الطرد وبعشرة لاعبين النصر كان متماسك، كان حتى على مستوى الخطورة أخطر من الهلال في أغلب الفترات. تتكلم حتى عن توقيت هدف التعادل، أعتقد أنه عاد النصر المباراة بعد 4 دقائق من الطرد، فأعتقد أنها نتيجة مميزة للنصر يخرج بهذا التعادل وبهذا النقط. كيف تحمل النصر الطرد؟ اعتقد مع التغييرات ايجابية. تكلمنا عن مشاكل النصر اخطاء دفاعية وهذا ما حدث في الهدف، 6-4 ومع ذلك الهلال قدر انه يسجل. اعتقد اخطاء دفاعية ومشاكل دفاعية بعد الطرد. اعتقد تغيير كونان، نعم تغيير كونان مكان الخيبري، فتيل مكان الجامي، اصبح فريق منظم. عاد بروزوفيتش وفوفانا في وسط الملعب، اصبح الفريق منظم. لكن المشكلة الان هي من قوة الفريق في التحولات. الآن مع الطرد افتقد للتحولات، ممكن يكون في تغيير، دخول علي الحسن مكان تاليسكا، دخول سادي ماني في عمق الملعب مع كريستيانو رونالدو لاستغلال التحولات. لكن أعتقد النصر كان فريق منظم بعد الطرد رغم النقص. جيد، الحراس حافظوا على المباراة بشكل سريع كابتن، حافظوا على جو المباراة. أكيد لا يزال أيضا العويس هو نجم اللقاء حقيقة، أخرج أكثر من كرة وهو كان سبب رئيسي بذهاب المباراة إلى هذه النتيجة. وأيضا العقيدي نعم ما تلقى أي خطورة، يمكن العويس سبع كرات خطرة ممكن أنقذها، عكس العقيدي هو فقط متمركز وأيضا مركز، خاصة بوجود خط دفاع، بوجود أيضا كارت أحمر طرد نقص عددي بالخط الدفاعي. أعتقد العقيدي لا يزال مستقر بشكل جيد. كابتن عادل، العامل اللياقي راح يأثر في مجرى تابين، من يملكها الآن أكثر؟ الهلال أكيد، مع كاريو مع البدلاء، يمكن الحمدان الآن يستعد. ممكن في أثناء المباراة شاهدنا أنه في ضعف نوعا ما على مستوى اللياقة البدنية بالنسبة للهلال، لكن بالتفوق العددي بدخول كاريو ممكن يعطي أكثر فاعلية هجومة، وبالتالي أنا نعتبر أنه ممكن نادي النصر يحاول أنه يسير المباراة لركلات الترجيح أكثر منه أنه يهاجم مرة ثانية. الشوط ينتهي بهذا الشكل ولا نروح للشوط لركلات الترجيح؟ أصعب على النصر، أراها أصعب بحكم النقص اولا، بحكم انه الهلال عنده تغييرات، وجود كاري ووجود كذلك حتى الحمدان كبدلاء في الشوط الثاني حيعطونه زياده هجوميه ونشاط اعلى. تنتهي هنا بدر ولا تستمر؟
والله لابد بذل جهد كبير على النصر بالتأكيد التفوق للهلال بسبب الزيادة العددية، لكن أعتقد أن النصر كان منظم حتى بعد الضغط. نعم، الأوراق الرابحة في الشوط الثاني كابتن، وجهة نظرك؟ أنا أشوف يمكن فقط كاريرو ممكن ينزل بالهلال ويستعمل المدرب كورقة رابحة خاصة بهبوط العامل البدني بالنسبة حتى للفريقين، ممكن يكون نقطة قوة لفريق الهلال. نقص ولا القوة ولا في هذه الأجواء؟ لا، نادي النصر منقوص وسجل هدف ممتاز جدا، وبالتالي بإمكانه أنه يسجل، ولو أنه تبقى دائما في تفوق عادل للهلال، وبالتالي بدني يكون الهلال أفضل. شكرا كابتن عادل، شكرا كابتن سلطان، كابتن بدر أيضا، شكرا كابتن نور. ننتقل لي مدراء الشوط الأول إضافي بصوت الزملاء الأعزاء روف خليف، بلال علام، وكذلك أحمد العنزي. مرة أخرى شكرا للزميل العزيز عبد العزيز البكر. حضرات المشاهدين الكرام، التغييرات متوالية من المدرب جورج جيسوس وكذلك لويس كاسترو من جانب الفريقين. عبد الرحمن غريب ياخذ مكان اندرسون تاريسكا في خط هجوم نادي النصر بقيادة رونالد. من جانب فريق الهلال عبد الله الحمدان وهاشم ثاني بتشكيلة الهلال. القرعة ما بين رونالدو والسالم التوسري. نذكر بالنتيجة 1-1، بدنا بالتسجيل فريق الهلال عبر ميشيل دلجادو، وعدل النصر عبر الرهيب رونالدو. مع التذكير وأنه النصر يلعب لعشر لاعبين منذ الدقيقة 70. هذا هو عبد الله الحمدان قلب الهجوم في الوقت الإضافي الأول لتشكيلة نادي الهلال. ريكارد مان العالمي كريستيانو رونالدو، سلطان الغناء، ساديو ماني، مخالفة لمارشيلو بروزوفيتش. كل دقيقة بوزنها بحساباتها بعقاباتها بين الفريقين. طويلة من بروزوفيتش لليسار، كونا عبد الرحمن غريب في أول لمسة الكرة. أليكس ديس غنيم مرة أخرى، كرة لبني لأصبح يلعب على يمين الهجوم لفريق النصر. وار محمد إبريك وساديو ماني، برازوفيتش، برازوفيتش يوزع كرة خطيرة، كرة يخرج كرة بالشمال بطريقة عالمية أمام رونالدو. هذا الهدف، كونار وغريب عبر رونالدو الكرة بالشمال لولا على البلاي، رائع البلاي، سك الأمان والضمان في قلب الدفاع لفريق الهلال. أليكسيس فوفانا النصر بعشرة لاعبين، أفضل أداء اللي كان ب 11 لاعب، عدل النتيجة ويلعب 10 لاعبين، لكن عنده رونالدو بخمسة لاعبين. برازوفيتش، كونر،
لفريق كيماريش في رامز وأول موسم عند الكرة على ماني لمحمد العويس. رونالدو يستغرب كيف تمكن عن البني من إخراج هذه الكرة. دوسري سعود عبد الحميد ريبن نميس. شوف رونالدو في 38 عام في الإكسترا تايم ويرجع يقوم بالواجبات الدفاعية. خرافي مذهل أسطوري هو رونالدو. Come on!
شيكو إعادة كورة لما ترجع ثم رونالدو بالرأس أكبر قناص خيال كل الخيال دلال كل الدلال إمبراطور الكورة رونالدو الأسطورة كتب العالم غير قادرة على كتاب التاريخ العجيب كريستيانو رونالدو ملك الأرقام إمبراطور الأقدار يا سلام يا سلام يا سلام النصر يقلب الدولة على الهلال بعشرة لاعبين لحظات تاريخية تكتب الآن رونالدو بالانتظار في هذا المشوار مع رويس كاسترو الحكم المغربي يراقب مع سمير الكزاز ويحتسب الهدف إذن رسميا النصر يتقدم لأول مرة في المباراة بهدفين هدف أي أجواء عالمية لجماهير النصراويين قلنا مباراة الصبر مباراة كل الصبر أصفر اللون من أجمل ما يكون بكل الجنون اللي عنده رونالدو ما عنده على شخاف اللي عنده رونالدو يكسب الأرقام اللي عنده رونالدو ملك الأرقام روزوفيتش فوفانا سولتار الغنم والنصر يغنم الآن في النتيجة أمي ترجع لسافيتش تصدي الجعفري ترجع الكرة لعلي بلاي إصابة كم يخلي اللعب كرة خارج الميدان هذا الإعادة أجواء عالمية بالمدرجات الكلمة الآن نصراوية بالصوت العالي بالجدار العالي النصر العالمي ورقة حمراء ورقة حمراء لويس كاسترو هذه المرة لن يسلم كاسترو من الورقة الحمراء الحكم الرابع المصري محمود البنا حكم المباراة تعليمات ويس كاسترو لرونالدو للمحافظة النتيجة لأنه ويس كاسترو سيغادر بنك الاحتياط لفريق النصر في هذه اللحظات فرحة رونالدو كأنه عمره 10 سنين كأنه لم يحتم الأرقام كأنه ليس هو أول من يتابعه في الانستغرام 600 مليون شخص جناس ملك الأرقام رونالدو أقوى أقدام جماهير نصراوية تغني عالمية كذا تخايف الوقت الإضافي الأول والنصر لأول مرة متقدم بنتيجة في هذا الدور النهائي طويلة الكرة من نواف لأكيد رونالدو يأخذ ترويض ولا أجمل عبد الرحمن غريب
تعود إلى ليا سافيتشا كوسري سافيتشا لبريك مينكوفيتشا يعود رونالدو مرة أخرى كان علي أدير أبا ماني على يمين الهجوم احتمالات كبيرة لجماهير النصر العالمي في هذه الأسبقية بعشرة لاعبين يتحدى الهلال ويسجل هدفين محمد البريك هرب الكرة من حمدان والركنية محمد الفتيل اللي خرج كرة للركنية الآن الانفراج الهلالي عبر الكرة الثابتة ستة أهداف لملك الأهداف رونالدو في هذه البطولة العربية نواف يخرج الكرة من الركنية الانصار البرازيلي مالكا مباشرة للنباس اللي صاوم ماني في التصدي الدفاعي محمد بريك سميتش عنده الدار على كرة تعود الهلال مصعب شوير كاريو والرديف كل شيء ونوز الريبا النباس عبد الله رديف يدخل مكانه كاريو البيروفيل مكان محمد كارلو روم مالكوم يغادر كذلك ومصعب شوير في مكانه كوسري شوير حوالات هلالية استعصى عليه نادي النصر بعشرة لاعبين فريق الهلال يرجع لسعود عبد الحميد كرة للحمدان وسع بالراس تعدي من الرديف ضربة مرمى نواف الخالد في نواف العقيدي دقيقتين في هذه الفترة الأولى وتنتهي وصعب شوي محمد بريك هشام بوتوسري يرجع للوراء على شوير عالية كريم كرة تكمل الكرة لنادي الهلال حمدان دائما الإمكانيات مطروحة نواف العقيدي نواف العقيدي
طويلة الكرة رونالدو في المتابعة لسعود عبد الحميد من هيك الراعية بطل هذه المباراة النهائية أكبر هدف وأحسن لاعب في البطولة كريستيانو رونالدو كاريو أن تكون آخر مباراة في كاريو تركونا الوقت الإضافي الأول تركيز من نواف لعكيدي وهذه هي الفترة الأولى تغيير المكان والأماكن كلها هذا الملعب تعيش أجواء هذه المباراة النهائية الأسطورة أمامكم يا سادة هداف كالعادة كريستيانو وحده كاسترو أقصى الحكم عن المباراة كاريو البقية في تعليمات جيسوس لحظات تاريخية تختم الليلة في مدينة الطائف ديربي الرياض في مدينة الطائف بأشواقه بنيرانه بنجومه أولهم مرعبهم كريستيانو رونالدو فاموس فاموس جيسوس 69 عام قلب عليه الدولة لويس كاسترو نذكر بالنتيجة 2-1 لنادي النصر تقدم الهلال أولا عبر ميشيل تيلغادو عدل النصر في مرة أولى عن طريق رونالدو وفي مرة ثانية نفس اللاعب رونالدو يأتي الأسبقية للنصر العالمي النصر يلعب بعشر لاعبين منذ الدقيقة 70 لما سجل الهدفين يلعب بعشر لاعبين سعود عبد الحميد كرة بالرأس من فوفانا هجمة هلالية مصعب شوي رونالدو ساديو ماني نشوف معاكس عبد الرحمن غريب التصوير ونسيكو فوفانا والحارس محمد دعويس سافيتش الشوير سريع اليسار سعود عبد الحميد هنا بكرة ممتازة قريب قريب يعني الكرة قريب التصدي
والركنية من أليكستايس. لرونالدو وكأنه ابن العشرين.
في عمر 20. رونالدو يلعب 5 مرات كأس العالم. رونالدو في تاريخ اليوفا شامبيونز ليج 140 هدف، 6 مرات بطل الهدفين في دوري أبطال أوروبا، أكبر هدف في تاريخ ريال مدريد ب 450 هدف، كاتب التاريخ رونالدو حاضر بقوة في هذه البطولة العربية. يغادر رونالدو بانتظار العودة. يتألم الدون. الكرة تسعى لاعبين نادي نصر، انتظار دخول لاعب احتياطي في مكان رونالدو كاريو، يعدي البنوبي يوصل البلاي صوت.